بدأنا برسم بعض الجدران في الحمدانية بغداد. كانت تجربة جميلة أن نوصل رسالتنا، ألا وهي رسالة السلام والمحبة من خلال هذه الرسوم. المواضيع كانت أغلبها تركز على السلام ومرحلة ما بعد الحرب، كي تعطي هذه اللوحات أو الجداريات جمالية للمنطقة وجمالية للشارع وللمتلقي. فكانت ردة فعل الناس والمجتمع لهذه الرسمات ردة فعل إيجابية. يعني دافعي من أقوم برسم هذه الرسومات هو أن نوصل رسالة لأي شخص يدخل إلى الحمدانية بغداد أو مناطقنا، أنه إحنا شعب نحب الفن، نحب الحضارة، نحب الحداثة. إن شاء الله إحنا مستمرين بزرع هذه الرسالة وزرع هذه البذرة للأجيال القادمة.